مهجور خالي، مهجور الحسين يحفظك ان شاء الله يطول بعمرك. مهجور خالي، مهجور الحسين يحفظك ان شاء الله يطول بعمرك. مشاهدينا الكرام، هذا البحر هو من رأس البيشة، وما أطلق أن احنا نذهب إلى سيدنا ومولانا وقائدنا الإمام الحسين عليه السلام من أقصى الجنوب إلى كربلاء، فبدوا من هذا المكان اللي هو أبعد نقطة في العراق وينطلقون من هذا المكان، يعني هم يقدرون ينطلقون من أماكن أخرى، لكن هم كانوا عندهم هذه الإرادة وهذه الشجاعة وهذه الهمة أنهم ينطلقون من أقصى الجنوب حتى يصلون إلى كربلاء. تخيلوا حب الحسين، تخيلوا حب هذا الإمام اللي ترك هذا الأثر الإيجابي العظيم والكبير في نفوس المسلمين والمؤمنين، وخصوصا المتأثرين بالإمام الحسين عليه السلام.